إذن أعتبر أن المجلس الشعبي الوطني قد وافق على مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية. فهنيئاً. فهنيئاً للسيد الوزير الأول ولأعضاء حكومته. بجزيل الشكر على نيل ثقتهم من خلال مصادقتهم على خطة عمل الحكومة. سنسهر بعون الله على تطبيق هذه الخطة بكل وفاء، وسنأخذ مع مجلسكم الموقر موعد إن شاء الله عند قدومنا لتقديم بيان السياسة العامة أو الحصيلة على تنفيذ هذا البرنامج في خريف سنة 2018.